فراق الوالدين أمر صعب وصعب للغاية. أنا هنا لا أتكلم عن فراق الغربة أو فراق السفر أو فراق السكن، بل أتكلم عن الموت. عندما تفرقك الموت بين أحد من والديك، سواء كان أمك أو أبوك، وأنا سوف أتكلم عن الأب، سوف تمر من مواقف صعبة وصعبة للغاية، ولا يستطيع أحد أن يشعر بما سوف تشعر به أنت، وبالخصوص عندما ترى أمك تضرف دموعا عن فراق أبيك أي زوجها. أما عنك أخي الشاب، فسوف تحس بألم لا يستطيع أحد تصوره عندما تسقط في محنة أو في مشكل، ولا يستطيع أي أحد أن يساعدك إلا أبوك بعد عون الله سبحانه وتعالى. والمشكلة الكبيرة وهي أن تكون قد مررت من هذا سابقا وقد ساعدك أباك أو أبوك، وهنا سوف تحس بألم لا يمكن تصوره. فأسأل الله أن يغفر لأبي ولجميع موتى المسلمين، كما أسأله تعالى أن يكون في عون إخواني المسلمين. دمتم في حفظ الله، ولا تنسوا أبي من الدعاء.